سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم غرقت سفينة أو أغرقت سفينة محملة بعشرين طن من النفايات المحرمة دوليا، سيفور وأمونيا ونترات من المدريمن وثالث أكسيد المغنيسيوم ومخلفات، يقال إن في مخلفات نووية. والسفينة هذه بالعاني يخلوا تقرب لا جنب الساحل لا نهرة الحوثي، والسلم الحوثي حق غرق السفينة، هم كانوا يدفنوا السفينة، حتى انه حارس الازدهار ما حاول يحميها من الصواريخ ولا شيء، وكانه اريد لهذه السفينه ان تغرق في هذه المنطقه وتدمر السواحل اليمنيه والثروه السمكيه. الرساله هنا للفلسطينيين. الفلسطيني عبر التاريخ اثبت انه شعب اناني لا يرى الا مصلحته، لا يرى الا نفسه. يرضيكم الان هذا ان يدفع الثمن تشجعوا هذا الحوثي وإيران، ترفعوا صور قاسم خرى سليماني والحوثي عندكم في غزة، ما يعنيكم في الشعب اليمني؟ 70 سنة ما خرجتم في الطريق لأن نفوسكم وسخة، العالم كله واقف معكم. اليوم وأمس مظاهرت في نيويورك سدت عين الشمس من أجل غزة ومن أجل أبناء غزة، ومواقفكم كلها سلبية، تنظروا للعالم من نظرة واحدة من المصلحة، وما بتحتلش أموركم طالما أنت يعني نفسك هكذا وسخة وما ترى إلا نفسك. ما شاهدناكم في من سنوات وقفتم مع أي قضية في العالم، يعني السودان سحق اليوم، حتى الشعوب العربية يعني اليمن سحق، السودان سحقت، ما حد قال لنا منين. لكن باقي الله، باقي الله. الرسالة الثانية لابن عمران. شفتم الجاهل هذا اللي في عمران اللي قتل في دور الكوفي على غزة في مظاهرة في عمران، مظاهرة لمساندة أبناء غزة، ويقوم واحد مشرف حوثي ويقتل طفل عمره 12 سنة. يا أبناء عمران ليش أنتم رخاص هكذا؟ لا متى تظلوا رخاص؟ مش سبة، مش هذه مش شتيمة، هذا أنتم ليش مصمم تجلس عكفي مع الحوثي مع العسكري مع الشيخ؟ ليش؟ لا متى؟ ليش الشعور بالنقص؟ انت آدمي من حقك تعيش ومن حق ابنك يعيش ومن حق ابنك يتعلم، ليش مصمم توقع انت اللغم وقيمتك نص؟ قد نلتجي الله يلعنكم، واحنا لنا 10 سنين نغور. ايش نقول وايش نحكي؟ ايش ما نفع يعني تنوير ولا نفع اصلاح ولا نفع توعية ولا لا متى؟ أتعبتمونا، أتعبتمونا أنتم وصحاب دمار الله لا وفقكم. الحياة ما هيش يعني بالشكل اللي يرسمه صاحب عمران وصاحب دمار، الحياة أجمل بكثير، الحياة أحلى، بس ما مش داري إن مو هنا مو بعقولكم، المش هذا حقكم مو وسطهم. أعتقد إن معكم هبس حق سيارة، ما معكم عقل، ما تفكرش. مع انه عمران هذه ودمر من اغنى المناطق في الشرق الاوسط بالثروات المعدنيه، ومصممين انك تجلس عكفي وتجلس لك بالجبهات وتقتتل على الكلب، ومرتك تزوجي بعد مرافق 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 الشيخ الفلاني. اكتفي بهذا القدر، أكتفي بهذا القدر. الله لا وفقكم، تعبتمنا.